أكد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة زيادة التشاور والتنسيق الخليجي، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تواجهها المنطقة والضغوط المتزايدة على دولنا بمسميات مختلفة، مشددين سموهما على أهمية عقد اجتماع إقليمي عالي المستوى لتنسيق المواقف وزيادة القدرة على التصدي للمخاطر التي تطل برؤوسها على المنطقة وما تخلقه من صراعات تهدد أمنها واستقرارها. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام بزيارة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيق على هامش مشاركة سموهما في القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي. وقد أكد سموهما خلال الاجتماع على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت في ظل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين. وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالمحاور التي تضمنتها كلمة أمير دولة الكويت التي ألقاها في القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي. وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت لدعم العالم بشكل عام والدول الآسيوية خاصة، والمتمثل جانبا منه احتضان دولة الكويت الشقيقة للأمانة العامة للحوار الآسيوي وحشدها موارد مالية بقيمة ملياري دولار لتمويل المشاريع الأنمائية في الدول الآسيوية. كما تم خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات المطروحة أمام القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي وأهميتها في بلورة تعاون آسيوي أكثر شمولية وفاعلية.